خطوات غير مسبوقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى. عملاقة الدفاع أصلسان تفتتح فرعا لها في الإمارات. أعلنت شركة أصلسان إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية في تركيا افتتاح فرع جديد لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وافتتح الفرع الجديد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتلموش في مراسم رسمية بحضور كل من رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون والمدير العام لأصلسان أحمد أكيول. كما حضر الافتتاح المدير العام لشركة هافيلسان محمد نجار والمدير العام لشركة روكيتسان مراد إكيم. وأكد رئيس البرلمان التركي أن هذا الفرع الجديد في الإمارات العربية المتحدة سيعزز الصداقة بين البلدين وسيفتح أبوابا وآفاقا جديدة لتعزيز نمو ونجاح الصناعات الدفاعية التركية من خلال عمليات نقل ومشاركة التكنولوجيا. وأضاف أنهم فخورون بأن الصناعات الدفاعية الوطنية تواصل مسيرتها بخطوات ثابتة مع رؤية قرن تركيا من خلال الدمج بين الابتكارات التكنولوجية والجودة العالية. وتأسست أصلسان عام 1975 بمبادرة من مؤسسة تعزيز قوات المسلحة التركية بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات. وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.